أقطاب السلطة في الجنوب. عقد بمدينة الشعب غرب عدن مؤتمرا صحفيا لقيادة مجلس المقاومة الجنوبية، وهو مكون من المكونات العديدة للمقاومة في عدن، وتأتي دعوة قيادات هذا المجلس لإيصال العديد من الرسائل المتبرمة. نحن لا نلغي الآخرين، ولكن الآخرون هم من يلقونا. بالنسبة للمقاومة وأبناء المقاومة الجنوبية في عدن وأبناء عدن، هم الذين هم مشوا تهميش غير عادي. نحن نتألم حقيقة لما نرى يعني أخواننا من المقاومة لم يعني تتم الالتفاتة لهم. الاعتقالات وعدم ضم كافة فصائل المقاومة في الأجهزة العسكرية والأمنية هي أبرز المطالبات الموجهة إلى السلطات، كذلك تهميش مطلب استعادة الدولة الجنوبية حسب تعبير هذا المكون. المجتمع الإقليمي لا يحبذون انفصال الجنوب مثل ما نحن نتمناه. بروز الأصوات المعارضة من وسط الحراك الجنوبي بعد تولي قيادات منه مناصب في السلطات المحلية، وفي ظل الأوضاع الراهنة للبلد، معطى جديد في الساحة السياسية بالعاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.